شركة دلالك سون باور ايا مات مغالادة هرقيسة كو قبطي مناسبة ديكو شاعيني سي مشروع ديو عصريين تلالك مشروع عن اي شركة سون باور وحيوكو تلقى شيء اني ديو سيحودكو سميسو ناتو ايقا عمال ليمان كحافظها دحمرا ابراها سارن وحانا لوغو بدل ايا ساقباد ايا دولاقا ديگا يوم يسيفا وايدادكو كوباد بادان وحانا مناسبة داسي كسو قيب غلي مارياها قودة شركة سون باور عبد الله بيرشيا مامولكا يشغالها كلا دوان شركة سون باور قار كميدة مزولين تا حكومة دا سومالي لانو كميدية هاي برا صابكا قبل كمرودي تشاح اغاسمها قودة وزارة دا تمرتا يمعدنتا مسولين تا كوميشن كا تمرتا وغهرين وحال كاسي كهال دي اسلامر كان مشروع عفافاهين ديري كبحيي مارياها قودة شركة سون باور عبد الله بيرشيا ما توحد الله جكرينا ويمتوقع ما ينو بلاهنا مشروع بلاهنا وشركة سون باور أي وقت هذا الشيء لقى بلاهنا ما أنت جولاي 2021 إلا يا مستقبل كده هو يسوس على إن مجاله ده rehabilitation لغو سمعي يو دي مهابين لين لغو سمعي رنتي وهو مشروع آلو بلاهنا وهو مشروع وقته إنساء يخرج كيسا بلاهنا ومشروع الدولة صار شركة صنعها إن أبوها نكتور إن الفلوسه جيستو ده يجونا واحد مناسبة داسي هذا لو كوبان كسر كذي إسلام أركان كهذا مشروع عدي بعصريين تلير كا يا شركة صن باور قار كم إذا ما ملك يا شغالها شركة صن باور بعدين ما تعرف نفرنا إن تبوها وين تأن مقالة هركيسة أما سومال لام بسدي تبلوها وين لها قرشه هذا لير كده هرة waa jiray leedku wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo maalinba meel meel soo maraynay ugu bishaareeyaan ummada reer Soomaaliland kulliyadu ay tii hore ee tayeynta tamarta distribution garden parka dilayga ku dhex maraya in la tayeeyo waanu xaydanay labada mashruuc mashruuca digitalization waa mashruuc soo kooban oo filayno inuu dhamaado ee muddo sar inta sanadka cilaa bilo بارا صاحب قبل كمرودي تشح اغاسمها غود وزاره تمرت يا معدنتا يا مسؤولين كسعودي كوميشن كتمرتا ايا يغنا هلكاسي كهدلي وحان شركه سون باور اي كو امانين دور كاي كقادتي افتيمنت عاصمه هرقيسا يا وليبا سدو كلي دب عصريينتا اي كو سميساي ليركا شركه غو هريا انا وانا بابني وايي وي عصبايين horti dhawaaba la magacaabay laakiin anaga iyo dawladda hoose ee iyo dabdamisku shirar badan baan ka galay sidii wax looga bedeli lahaa horti shirkadda ugu horeysay soo ajiibtay in la hagaajiyo waxna ka qabtay dhibaatada suuqa ka jirta oo warwar badan ugu haysay oo shirkadda Soomaaliland ee aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta iyo guud ahaan shirkadda Soomaaliland oo runtii maanta wax bulshada ama shacabiga Soomaaliland ay aad ugu baahnaan oo la sugeeyay maanta tijaabadiisi mashruucii ama pilot project-kii kowaad ee fulinaysa maanta waxa ka dambeeya ee horaba minna shaqeynaya tii aan shaqeyno marka aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin xafladan hawsha aad wataan oo ku mahadsantihiin iyo wixii dambe insha Allah oo baan ku faraxsanahay مشروعان بلشدة يوضن كرديم هولد يتم لغو هولينيو نظام كي كرانتور يمجال ده هنجيسة أنا دي هذا سلام يا شركة دا سام باور وما أنت ركن برنامج كان كسو بندي جيسة ورمت يا برنامج واحتر لي ما فعلي مجال ده أنا رمت يا واحد بدن كقبل جيسة مشكلة ده فربضنا وكل يعني قدر ده وسعنا جاهزتنا حالب النغوكرة gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland mudane maxamed cali bile waxaanu shirkadda sun power ku amaanay mashruucan ay soo kordhisay bergoor waxa loo jiray water is life ama biyo waa nolol imiga electricity laftigiisu halka biyo ku soo dhawaanaya haduu istaago waxa wada dadka noloshiina ka wada gooday shirkadda horta runtii waa mahadnaqaya yaani boqolkiiba boqol runtii dhalinyarada waxaan faraxsan oo dhalinyaro badan baa sun power ka muuqata oo ma garanaysaa waliba mutacallimiin oo aan arkayaa inay shirkadii soo kacayso
تعال لفتي جيدنا ما حد أهد أيان وعلي يا مامل كشركة هذا الكوان ديريه ليبان عثمان علي تلفيشن كقوب جوج هرقيسا